اوكي، فاذا يا جماعه برجعوا بقول فيرب افوار يلي كنا نحن فاكرينه انسان شديد وما بيقبلوا يا الاولاد وياخذوا شيء من حدا، اتغير قراره ولما صار يستخدم تيك توك سمح لاولاده ياخذوا، على شرط يكون في ضمير شو مفعول يلي هو كو لو لا لي الابوسترو وي اون كمان. بس من مين بده ياخذ؟ هل بياخد حسب الفاعل شو هو ولا حسب المفعول شو هو؟ لا، حسب المفعول شو هو. يعني ما هي الجملة وين؟ إيه وين الجملة؟ إيه جي مانجي لي فريز، أنا أكلت الفراولة. الفراولة بالجمع، أنا أكلت الفراولة اللي الماما اشترتهم. فإذا طبعا هي اشترت شو؟ برجع للسي أو دي بالجملة الأولى. السي او دي بالجملة الأولى هي الفراولة. كلمة فراولة بالفرنسي هي كلمة مؤنثة وهي هون جمع، فإذا أنا بحط لها شو يا جماعة؟ بحط لها او يي اس، يعني اثنين او اس. علميها يا حبيبة. هتكون انهي واحدة يا مس؟ طيب مين ما فهمت ارجع عندي، يا ريت بليز لا تخجلوا ولا تستحوا، اللي ما فهم يقول ما فهمت عادي، يعني بتصير بأحسن العائلات. هتكون لا وكا هتكون تيتشر، واحنا مش هنخجل، واحنا ما بنخجلوش ما بنخجلوش اصلا. يعني خلاص الكل فهم اكيد. احمد، يا احمد اين انت؟ مع حضرتك فهمت الفكرة ولا ما فهمتها؟ محمد، ليندا، جايدة، نورة، الكل فهم؟ تمام يا اي تمام يا حضرتك مس. فاكره انا ما بفهموش ولا ايه تيتشر؟ ده احنا اذكياء جدا ونفهم خالص. ولك انا بعرف يا حبيباتي، بس انا بخاف من حدا فيكم يكون خجلان، فمنو ما انه يعون عيني يقول قدام الكل والله انا الوحيده اللي ما فهمت. على فكره مع انها هي الفكره كثير عاديه، يعني ممكن انا اكون طيب ليش يا تيتشر؟ قولي شيء كثير بسيط ما افهم عليكم، عرفتوا شو قصدي؟ تيتشر فعادي انا الوحيدة اللي بقول التيتشر ده اللي مش فاهمة، بحس كده بس عادي. تمام، يعني خلص ما بتيعي، هارجع بس اولى على السريع. يبقى يا بنتي، ما يا حبيبه ما قلت لك شحتي يا حبيبه، انت فين؟ نايمه؟ هي أنهي واحدة؟ اخر وحده ام يي اس، اسمعي هيدي ام يي اس. ليش؟ لانه ليفريز الفراوله كلمه مؤنثه جمع، مؤنثه يعني حتاخذ اثنين او، وجمع يعني رح تاخذ اس. يبقى هيدي هي. هارجع على السريع، لما بتشوفوا فيرب افوار ووراه بارتيسيب باسي، يعني باست بارتيسيبل، بالعاده الفيرب افوار ما بيخلي البارتيسيب باسي ياخذ شيء بحضوره الا لما يكون في ضمير المفعول قبله، واللي هو كو ولو ولا وال ابوسترو، وبرضه ان لو اجت. يبقى لما بيجوا هيدول قبل الجمله اللي فيها البارتيسيب باسي، طبعا البارتيسيب باسي راح يتصرف مع المفعول. نطلع على الجمله الاولى، وين المفعول؟ جي مانجي شو، اكلت شو، لفراز الفراوله، يبقى راح تتعامل مع لفراز. يلا يا نورا اللي بعدها تفضلي. ليه بحس نورا ما دخلت؟ ولا دخلت؟ لا بلا لا دخلت. تمام، يلا يا حبيبتي لا تفضلي. دخلت اوكي. اوكي. ما تونت اجوت للي دون لك لتبين، شوفي هون ما بتشبه الشيء اللي كنا من شوي عم نحكي عنه. ايوه عندنا المطلوب. بس لقلك شيء نورا، هيدا الشيء اللي هلا ما بيشبه الشيء اللي حكينا عنه، لانه هيدا هون جايه ادجكتيف ولكن بهيدي الطريقه. فهمتي علي شو بقصد؟ لا ما فهمتش. ما فهمتي علي. طيب انا قصدي انه انت عم اقول لك انه هيدي الجمله اللي انت بدك تعمليها، اوكي، ما لها علاقه بالفوق. هيدا اللي هون اللي بيشبه اللي فوق جايه بمثابه ادجكتيف، يعني صفه. نحن ممكن تيجي الصفه عنا بهي الطريقه، بس ما بيكون قبلها فيرب ابوال. يبقى انا بتطلع على الكلمه اللي عندي، لاي لاي يعني التوم. فهل لاي برايك اسم مذكر ولا اسم مؤنث؟ مذكر مذكر. يبقى اختار اي واحده برايك. اللي في النص. تمام تفادي. اوكي اخر واحده يا نوره، انا جوت تان. تان اللي هو شو؟ اللي هو الزعتر. هل عندك فكره لو هو التان مذكر او مؤنث؟
تقريبا مذكر. مظبوط، مذكر. لا دقيقة، هلا انا بعرفها مذكر، ولكن انا هلا من شوي كنت عم بتاكد منها. لا مذكر، مذكر مبلغ. تمام، يبقى هتحطي شو؟ دو اللي في مش دو النص دو. الاخيره، دو يعني دو لو كان. تمام ايوه تمام يلا خلصنا هذا الاختصاص. هارجع بس بدي اقول شيء للكل. مثل الأخيرة ولا اللي في النص؟ لا لا اللي في النص. مثل الأخيرة ازاي؟ لا 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 سوري سوري، فكرت دو الاخيره. اللي في لا النص ما قلت كده. يا نورا مش رح تكون الاخيره. ليه؟ حتكون حبيبه لا يا شو؟ مس، أنا قلت اللي في النص. اوكي تمام، لكن انا اللي قلت الاخيره. اوكي ما مشكله جماعه، هي اللي بالنص، لانه جوتا هو مأكولات، فانا بدي احط ادوات تجزئه، وطبعا هي ما انا نفي لحط الدو، فطبعا حتكون الدو. اوكي يلا خلصنا هذا الاكزرسيس. بس بدي اقول لكم معلومه صغيره. شفتوا لما قلت لكم ودائما وكل مره بقول لكم يا جماعه يلي مش حافظ الكلمات، او لما بطلب انه احفظوا الكلمات تحفظوها بالضمير بالحرف اللي معاها؟ ليش؟ لانه لاحظتوا كم وحده اجت بس علي اعرف اذا هي مؤنث ولا مذكر، لاحظتوا ولا لا؟ يبقى هذا الشيء اللي عم بحكيه لا صالحكم. طيب هنكمل؟ لا مش هنكمل بقى، بس هنكمل هيدا ولا هتاخدوه دفوار؟ هتاخدوه دفوار. سجلي يا حبيبه. باج 69 دفوار، وسجلي كمان. بدي اسمع الحصه الجايه، هيدي الباج كلها اللي هي 60. احنا عاملين هذا الاكسرسيس. ايوه اللي عملناه. عملنا تمام، لانه انا بدي اخلص بقى، بدي اخلص من هذا البنتيل النحس، عن جد كرهته. بس ما عملنا هاي صح؟ لا عملناه. حلو. طيب بدي اسمع هاي يا حبيبه كمان. فاش 70 70. تمام. اوكي تسميه يبقى بس هيدول اذا الله راد للحصه الجايه. مش حل ولا مذاكرة؟ لا شوف، الصفح يلي فيه القاعدات هي مذكره، بس الصفحه الاولى ما بتذكر قد ايه رقمها كان اللي قلت لحبيبه تحلها. ستين قد ايه؟ صفحة 60. 60 هي بس الدفوار، كل الصفح اللي رح تلاقيهم باقيين اني بس احفظ. حبيبه بليز حددي، اكتبي صفحه تيتشر 60. تيتشر افرض بقى حضرتك الكلام الجميل بتاع الديكتيشن وكل الكلام ده كتب في الجروب عشان اخده كوبي، لان مخي ما كملوش. ما فهمت ما فهمت شو قلتي ده انا حبيبتي. الدنيا بتشتي يا جدعان، دي معجزة. في واجب تاني يا مس، انا معنا في حددت الجروب ولا لا؟ انا كتبت في الجروب دلوقتي اهو. اوكي يعني اكتبي حبيبه انه هذيك الصفحه حفظ وبس 60 هي دفوه. تمام ماشي ماشي، هو الواجب 69 اصلا، بس في واجب تاني؟ في جروب تاني هلا شوي وانا ببعثهم على الجروب الثاني. تمام يعني هو ده الواجب بس صح؟ ها؟ الواجب صفحة 69 بس. الواجب قصدك؟ ايه واجب واحد بس. ماشي خلاص كده. هيدا رح نعمل ايه قلتولي؟ هيدي الصفحة لا. صفحة كام دي؟ دي صفحة 81. لا عملناه بلا يعني. معقولة هي. طيب لكن المرة الجاية بنشوف شو ما عملنا وبنكمل، لأنه شكلنا مش رح نخلص للأسبوع الجاي هيدا الشكل. حبيبة بس قولي لي كم صفحة باقي، يعني باقي لسه هي ما عملناها كمان 66. 60. لا عملناها. يعني خلصنا تقريبا. طيب حبيبة زيدي صفحة على الحفظ، هيدي اوريدي لازم تكون محفوظة من قبل يعني، بس مراجعة صفحة 61. يا رب تكونوا حافظينهم، بس انتم عشان ما تلاقوهم صعبين. يلي منو حافظهم يقسمهم كل يوم يحفظ جزء. طيب هيدي ما عملناها، هاي الصفحه هيدي اللي اخذتوها دفوار هلا صفحه 60 69. دي الواجب. اوكي هاي ما اخذناها ما عملناها، بنعملها الحصه الجايه 79. تسعة وسبعين هيدي الكلمات اللي اعطيتكم اياها من شوي. ايش؟ 79
79. ايه انا لا هي عمال بتتلخبط، بس عامة ما عملتش. 68 عملناها صح ولا لا؟ لا لا 68 عملناها يا ميز والله. طب ما يا حبيبه شو بعمل انا؟ الله الله يجازي اللي كان السبب، انت بعتي لي صفح فايته الثاني ببعضها فيا، وانا نص نص الزهايمر، لا انا ثلاث ارباع الزهايمر، شو بدك تتوقعي مني؟ طيب بس تمام يا احنا حبيبي. فضلنا صفحة واحدة بس ما عملناهاش، اللي هي صفحة 79 بس. يعني بس هاي سبعة وسبعين لسه، حطوها دوفوار، 79، 77 و79 بس. بس هو الباقيين تمام. مرة جاية ما تخليني اشوف الصبح كله وقلبي يغب على قلبي دغري، قولي لي باقي هو الصفحتين. اوكي انا هسجله وما بقوله لحضرتك. تمام يا جماعة، اشوفكم على خير ان شاء الله، بشوفكم الاسبوع الجاي، انتبهوا على حالكم وادرسوا منيح. اوكي اوكي يا مس، يلا، اورفوار، اوكي باي باي. اوكي.